الرحمن الرحيم. أنا المساعد الأول خالد محمد فضيلي من مرتبات إدارة القضاء العسكري، وهذه هويتي. نعلن انشقاقنا عن الجيش وقوى الأمن السوري بسبب ما ارتكبه هذا الجيش وقوى الأمن من مجازر واعتداء بحق شعبنا السوري الآزل، وتحول هذا الجيش وقوى الأمن من حماية الشعب إلى حماية آل الأسد وقتل شعبنا في سبيل ذلك. ونعلن انضمامنا إلى كتيبة أسامة بن زيد الجيش الحر. عاشت سوريا حرة أبية. عاشت سوريا حرة أبية.